غالبية الناس أخذت باستخدام الهواتف الذكية أو السمارت فون والمعروفة باستخدامها الكبير للطاقة، لذلك كان لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة مثل هذا الكفر أو الغطاء الذي يمكنك وضع الجهاز فيه ومن ثم سيقوم بشحن الجهاز. العديد والعديد من الجادجتس أو الإلكترونيات المتطورة التي لا يمكن لنا حصرها ضمن هذا التقرير، بعضها مستقبلي والبعض الآخر عملي، وبعضها قد يصعب الأمور عليك. من جدة سلطان بتاوي، العربية. ومن جدة ينضم إلينا السيد روك مراد المختص في مجال الإلكترونيات المتطورة. أهلا فيك روك. إلى نهاية الأسبوع إذا بدنا نعطي العام 2009 علامة فيما يتعلق بأهمية الاختراعات والأشياء التكنولوجية الجديدة التي نزلت إلى الأسواق، ما هي هذه العلامة؟ A plus A minus؟ يعني ما في، يعني كل سنة عن سنة عم تعلى الدرجة طبعا. يعني إذا صنفنا 2008 بوقتها بالA plus، 2009 لا شك رح بتكون هي الA plus plus، يعني رح بتكون هي أعلى علامة لحد هلأ. وسنة عن سنة العلامة أكيد طيب عن السنة اللي قبل رح بتكون أو رح تكون أعلى للسنة اللي بعدها. طيب عظيم، كل يوم عم نسمع عن اختراعات جديدة طبعا، ولكن بدي أسألك سؤال في شيء من التشكيك، إلى أي مدى يجب أن نثق بهذه الاختراعات التكنولوجية؟ بدي أعطي مثلين لها السؤال. يعني بالموبايل فونز هناك كثير من الموديلات التي تنزل إلى الأسواق ويروجون لها بكثرة، بعدين بعد فترة يكتشف بأن فيها مشاكل كثير، وأيضا باللابتوبس نفس الشيء، واليوم بالبرامج الويندوز ويندوز فيستا كمان يعني دعاية كبيرة وبالآخر سحبوها هلا من السوق، عم بيقولوا في مشاكل. إلى أي مدى يجب أن نثق؟ يعني صراحة في عنا بعض الأشياء مثلا بتكون الترويج لها بس كرمال أمور اقتصادية مادية بحت، وفي شغلات لا بتكون للصراحة شغلات متطورة، شغلات جديدة innovative، يعني جديدة لا كتير مفيدة وكمان بتحسن من الحياة اليومية. طيب إلى أي مدى أيضا كل هذه الاختراعات اللي عم تنفجر بحياتنا يجب أن نؤمن لها؟ يعني في مثلا كل ما عم يفتح أكثر مسألة فتح المعلومات على الشبكات الإلكترونية، فتح يعني التواصل أكثر وأكثر بشكل سهل جدا، فيها معلومات شخصية هائلة، معلومات عن بنوك، معلومات كل شيء، كمان هذه المسألة شو معناتها صار؟ طيب بنفس الوقت مزبوط العالم كله عم ينفتح على بعضه مثل ما قلتي حضرتك، بس بدنا ننتبه لشغلة انه كل ما يعني العالم عم يصغر لانه صار كل شيء ضمن الوصول، يعني ريتشبل كل شيء فينا نوصل له، بنفس الوقت وسائل الحماية البروتكشن اللي عم بتصير كمان عم تتطور بنفس الوقت كرمال حماية المعلومات الخاصة. يعني التكنولوجيا عم بتكون باتجاهين بنفس الوقت، التطور نقدر ندخل على كل المعلومات، كل معلومات تصير يعني متوفرة لنا، وبنفس الوقت المعلومات عم بيكون لها نوع من حماية كتير عالي ومتطور كرمال تصعيب يعني الهاكينج أو السرقات الإلكترونية. سمعنا مؤخرا أنه يعني الهاكرز الظاهر صار مطلوبين بشكل كبير لوكالات الأمن. صحيح صحيح عظيم. طيب يعني عم بيصير أنه للأسف يعني في عنا نوع جديد من الإجرام، يعني إذا بدنا نقول إنه هذا بواكب التطور يلي عم بيصير، إنه واحد بيستعمل هالعبقرية بيستعمل هالتكنولوجيا كرمال شغلات مضرة ومسيئة للمجتمع للأسف. كمان يعني عم بيكون في مثل شغلات مضادة لها، يعني كيف في عنا السارق وعنده البوليس، في عنا الهاكرز وعنا الأنتي هاكرز يلي بيعملوا لنا هالمعلومات الجديدة هالبرامج كرمال حماية نفسنا وحماية معلوماتنا. نعم، خلينا إذا حكينا يمكن بين من آخر 10 سنين لليوم، خلينا نقول حياتنا تغيرت أكثر من 80% بسبب التكنولوجيا. هل صحيح هذه التكنولوجيا هي لأجيال معينة والأجيال التي سبقتها يعني تشوف شو بدها تعمل، أو أنها عم يعني تتقاعد عبكير؟
لا ابدا، بالعكس، نحن الاجيال اللي مرقت قبلنا نحن استفدنا من خبرتها واستفدنا من معلوماتهم، وعلى بناء على هذه المعلومات والخبره قدرنا نتوصل للتكنولوجيا الجديده يلي نحن بالوقت الحاضر موجوده بمجتمعنا. يلي فيه يقول لك انه مثلا لهواة الغطس، فرضا لهواة الغطس يلي بحبوا الغطس، قبل كانت السباحة حلوة شغلة جديدة، هلا صار في عنا الغطس، وهلا على التطور عم يلحقنا التطور، مثلا عم نقدر ننزل بالكاميرا للغطس، منصور فيديو ومنصور صور كمان تحت الماء، فينا نوصل لحد ما ضروري يكون خبير تصوير بالوقت الحاضر. اللي بده يستعمل هيدي النظارات مع الكاميرا ما لازم، ما ضروري يكون خبير تصوير، يعني هي لحالها بتشتغل اوتوماتيكيا؟ لا ابدا 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 ابدا، ما في اي يعني ما في متطلبات لسكيلز معينه كرمال تا واحد يقدر يستخدم هذا القناع، يعني هو مجرد كبستين، كبسه للفيديو وكبسه للصور. يعني طيب، كثير صار التكنولوجيا بتنعمل طريقه سهله للاستعمال اليومي لكل شخص. طيب في بعد معك اغراض ثانيه بلا ما اسالك انا، انا بس فرجينا اياهم. اوكي رح فرجيكي بعض الاغراض، يعني في عنا هلا اجد قطعه، يعني هيدي صارت البيوتكنولوجي. هيدي القطعه كرمال الالعاب بتنحط مثل باند، بتنحط على الراس، بتصير بهي الطريقه روبوت، بتصير تقرا الافكار وتتحكم بالافكار بطريقه بالعاب القواص، بطلع العاب السيارات، العاب الطيران بهيدي القطعه بدون ما نعوز اي كيبورد واي ماوس. كيف يعني؟ يعني هلا انه الواحد بحط بوند، بحط هيدا البوند على راسه. نعم. وبصير عقله. نعم. هو اللي يحرك اللعبه 100% 100% 100%. هيدي اجد قطعه بالبيوتكنولوجي. خطيره شوي صغيره. بس قطعه هيدي بس محصوره بس للالعاب، بس نطمن بال كثير على محصوره بس بالالعاب هيدي القطعه. طيب ويعني ما ممكن انه تستخدم كمان من ناس يسيئون استخدامها، بيسيئوا ما بعرف بيسيئوا؟ لا لا مستحيل مستحيل، لانه هيدي بتشتغل بس على العاب معينه اللي فيها الفيرست بيرسون شوت تكنولوجي، يعني شغلات بتقرا الافكار، اوكي بتقرا بالاحرى ردات الفعل، يعني هيدي البند معموله لتقرا ردات الفعل تبع الاشخاص، والاستجابه بتكون تتحول على كهرباء وتتحكم فيها على الكمبيوتر. طيب شو بعد في؟ خلينا مش عم نفهمهم كلهم، خلينا شو بعد في؟ في عنا هيدي النظاره، هيدي النظاره فينا نحطها بنحضر من خلالها على الايبود، على التلفزيون او على دي في دي بلاير، بنقشع ابعاد ثلاثيه وبنفس الوقت بنقشعهم بمساحه شاشه حوالي 62 بوصه مع سراوند سيستم بنفس الوقت، وما بنكون عم نزعج اي حد حوالينا، بالعكس عم نقشع وعم نحضر فيلم وعم نعيش الجو بطريقه كثير حلوه ومتطوره. يعني روك انا ما بقدر خبرك قد ايه في ساوند افكت حوالي، واو اف، كله عم يسالوني على الاسعار. والله صراحة إذا بتحبوا تشرفونا على الموقع تبعنا الميميجا.com أو على المعرض تبعنا الموجود بجدة. أها طيب سمعتوا شباب مش الحال. للأسف خلص الوقت، لأنه في أشياء كتير حلوة معك بس ما رح طول عليك. في عندي هيدي القطعة اللي ايه، فينا نتحكم فيها، يعني هيدي بنوصلها على شبكة موجودة عندنا بالبيت. هيدا مستقبل تكنولوجيا، هيدا مطرح ما كنا بالعالم، مجرد انها موصوله هيدا على الانترنت عنا بالبيت. وين ما كنا بالعالم فينا ندخل على الانترنت نراقب البيت عنا، من مشيه فيها فيديو وفيها مايكروفون، منشوف لا سمح الله ان كان في اي سرقه، مراقبه او كرمال الحمايه كمان بنفس الوقت، يعني بدل ما يواحد يعني يكون احنا كثير مستمتعين. يعني انا هلا انصرعت بهيدي، بس كثير مستمتعين، بس للاسف خلص الوقت، يعني احنا اخذنا زياده لانه الحديث ممتع. شكرا كثير لك روك مراد، كنت معنا من جده، يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله نقدر نستوعب اللي حكيته.